الأحبابي العبادة الجليلة بعد ما توتر قبل الفجر أو قبيل الفجر في السحر، حاول ما تنوم إذا كان النوم، لأن هذا الاضطجاع ورد عن صلى الله عليه وسلم كان إذا انتهى من قيام الليل اضطجع حتى يقضى للصلاة، بس ليس نوما. فنقول بعضهم إذا اضطجع نام، لكن لاحظ العبادة اللي بعد الوتر إلين يذن هذه عبادة الاستغفار. الله، يعني إذا بقى على الأذان 10 دقائق كل 10 دقائق استغفار، وبالأسحار هم يستغفرون، وهذا أجمل وأفضل وأكمل وأغلى وأعلى وقت للاستغفار في اليوم كله. الله، في هجعة الليل والعالم كلهم في غطيط إلا من رحم الله، وأنت تقول يا غفار اغفر لي. شيخ، على طارق أبو عايض يوم يقوله قبل شوية ان بعض، وهذا ترى احيانا قد تكون تلبيسات الشيطان على الناس، انه اذا قمت بدري الا بعايض، ما هو بك انت عاد. بعض الناس يقول انا والله انه صادق ممكن يكون صح، إن لو قمت بدري ما ادري منايم. والله اني اعرف رجل من ربعي القريبين يعني جاه نوع من التعب، اصيب بقلق، فلا ينام الليل شيخ الا قليل. فسبحان الله داوم على هالحال يعني فتره، قلق وفي الليل ما ينام وتعب، فدل احد المشايخ الله يجزاه خير، وهذول دائما القرب من المشايخ والعلماء دائما يدلونك الطريق الطيب، ودائما ما يجي منهم الا كل خير. هذا قال خير قصل بس هو عبد الله هذا. فيقول دل شيخ قال شوف انا اخوك من يوم قال يا شيخ انا بس اخاف زي ما قلت قبل شوي، واقوم فيني قلق ودائما خايف قبل النوم اخاف. قال قم من اخوك توضأ، انت تصلي في اخر الليل؟ قال لا. قال اذا من يوم انك تقوم متفز راح توضأ ثم صلي ركعتين، ثم ادع الله في هالركعتين ان الله ينزل عليك السكينه وان الله يشرح صدرك وان الله. يقول قسما بالله يا شيخ من اول ليله سويتني نايم. كم سوره منوم هذا؟ اعرفه والله يا شيخ، ما اقول يقولون بعيد، والله اني اعرفه ركعتين. يقول والله بعدها اني ان شاء الله ما عاد فكرت في شيء اسمه هذا. هذه كم سوره منوم على طول؟ يا سلام. نعم، دواء سريع. الشيطان لا يبي يقوم، الشيطان عادي يبغى يقوم، لان اذا قام يصلي لذلك يقول ابن خله بس يرقد. امسح تغريد لا لا خله فايده. طيب احبابي، فيه وصيه اذا ما جاك النوم وجتك الافكار واجتمت على راسك والمخدة تحت الراس والأفكار فوق الراس، عاهد نفسك، كل نفسك من الداخل سأستغفر الآن 1000 استغفار، وابدع عدها، أتحداك توصل 50. يا سلام والله ترقد. يقول الشيطان يقول أمحى أفا جينا فيه أخمد 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 ستنام رغما عنك، لأنه إذا رأك بدأت في مشروع طاعة قال لا أنا مقلقك أبيك تتعب عشان ما تقوم للفجر. الحين بتنوم بدري من تبنايم وتقدر تشتغل بالاستغفار. وأيضا علماء أو أخصائي الطب في استشاريين للنوم، اضطرابات يسمونها اضطرابات النوم، يقول لا تأتي للفراش وأنت ما فيك نوم، لا تجي. يعني الآن أنا ما فيني النوم أروح أسح بالنوم معي، تعال ما هو بجاي توض وصل. والله وانت في الركعة الثانية انت ثاوب الدور ذنيك وينها فيه مدري ثمك، تلقاك بتثاوب. وما أجملها يا شيخ، ترى الاستيقاظ لأجل طاعة والعودة إلى النوم من جديد تكون أنشط وألذ، خاصة إذا انقطع النوم.